مرحبا بكم في قناة المستقبل. قناة المستقبل هي عبارة عن قناة تتضمن العديد من الفيديوهات المتعلقة بمجال السكنات والقروض. إذا كنت من الأشخاص المهتمين بهذا المجال، رجاء اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد للقناة. إذا حبيت الفيديو نتاع اليوم، ما تنساش دير جيم لفيديو وتبارتجها مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص لتعم الفائدة. ما تنسوش تدعمونا وتشتركوا في قناتنا الثانية، ألا وهي قناة القانون. رابط القناة راح توجدوه في صندوق الوصف في أول تعليق. وشكرا. الفيديو نتاع اليوم تتعلق بمنح قروض لبناء سكن فردي. قيمة القروض راح توصل حتى 90%. إذا كنت من الأشخاص اللي راك حاب تقتني قرض بنكي باش تمول باش تبني وباش تقتني سكن فردي، اذا هاد لا فيديو نتاع اليوم راح تهمك. اذا من اجل مشروعكم لبناء منزل فردي، البنك الوطني الجزائري يوفر لكم الحل الامثل. مع قرض بناء مسكن فردي استفيدوا من قرض تمويلي يمكن ان يصل الى غايه 90% من تقديرات تكاليف البناء. شروط القبول: أن يكون أقل من 75 سنة، أن يكون له دخل ثابت ومنتظم يفوق الأجر الوطني الأدنى المضمون. نسبة الفوائد راح تكون 6.25% للعملاء الغير مدخرين و 5.75% للمدخرين الحاملين لدفتر توفير أقدميته على الأقل 3 أشهر. مدة القرض راح تكون 40 سنة في حدود سن 75 سنة. مقدار التمويل راح يصل إلى غاية 90% من تقديرات تكاليف البناء. إرجاء التسديد يمكن أن تصل إلى 24 شهرا. أما فيما يتعلق بالتسديد يكون عن طريق أقساط شهرية ثابتة مع إمكانية التسديد المسبق إما كليا أو جزئيا. كانت هذه الفيديو نتاعنا لليوم. نتمنى أنه الفيديو نتاع اليوم فادتكم. إذا حبيت الفيديو ما تنساش دير جيم الفيديو وتبارتجها مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص لتعم الفائدة. إذا كنت مهتم بمجال السكنات والقروض، رجاء اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد للقناة. ما تنسوش تدعمونا على قناتنا الثانية وتشتركوا فيها، ألا وهي قناة القانون، تهتم بكل ما هو قانوني. الرابط القناة راح توجدوه في صندوق الوصف في أول تعليق. وشكراً.